إذا أمر الوالد الولد بطلاق زوجته، هل يطيعه؟ تابعوا معنا هذا السؤال. يقول: رسالة وصلت من أحد الإخوة يقول فيها: سافرت أنا ووالدي إلى اليمن، فخطب لي فتاة لم أكن أعرفها، وبعد الخطوبة زرنا أهل الفتاة، فسألني أبي: ما رأيك فيها؟ فقلت له: مناسبة، وتزوجتها وأحببتها. وبعد شهور عدة بدأ الخلاف بيننا وبين الوالدين لكونها تختلف مع إخوتي الصغار. والدي يقول إنها تنقل أسرارنا إلى الجيران، وطلب مني أن أطلقها. ما هو رأيكم؟ جزاكم الله خيرا، أرشدونا بما فيه الصلاح. الجواب: لا تعجل، لا تعجل الطلاق، وانصحها حتى لا تفعل ما تخالف رأي والديك من نقل الأسرار أسراره إلى الجيران. انصحها وعلمها وأخبرها أن هذا لا يجوز، وأن عليها السمع والطاعة في المعروف، فأنت تنصحها وهي عليها السمع والطاعة، والوالدان كذلك لا يعجلان في طلب طلاقها، وينصحانها بالكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى تزول المشكلة وحتى تستقر الأمور. لا تعجل الطلاق، لأن هذا مرض يحتاج إلى علاج، فعليك بعلاجها بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والترغيب والترهيب. وهكذا الوالدين يعجلان معك هذه بالكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى تزول المشكلة إن شاء الله، وتهدأ الأمور وتستمر العشرة بينكما.